الشاي الليمد الغلباوي سليمان الجندي نجم نجوم أطفال السينما المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، على مدى تاريخ السينما المصرية الطويل بزغ نجم العديد من الأطفال الصغار، منهم من استمر في العمل بالفن وصار نجم من نجومها الكبار مثل فاتن حمامة ونيلي وبوسي وليلى علوي وممدوح عبد العليم، ومنهم من ترك العمل بالفن بعد نهاية مرحلة الطفولة مثل فيروز وضحى أمير وإكرام عزو. ونجم نجوم أطفال السينما المصرية الطفل سليمان الجندي. سليمان الجندي جسد شخصية الطفل الشقي الليمد الغلباوي بمنتهى الإبداع، وعرف بالذكاء والحضور وسرعة البديهة. والجدير بالذكر إنه كان له شقيق اسمه فتحي الجندي اشترك معاه في فيلم ياسمين وفيلم الإيمان، إلا إنه سرعان ما ترك العمل بالفن. والحقيقة إن سليمان الجندي يعد واحد من أشهر الأطفال الذين ظهروا في تاريخ السينما المصرية، وعند ظهوره تنبأ له الكثيرون بمستقبل كبير في السينما المصرية، واعتبروا النقاد بمثابة ظاهرة فنية لم تتكرر بل ويصعب أن تتكرر مرة أخرى، حيث لفت الأنظار وخطف القلوب بتلقائيته وحضوره الطاغي وموهبته الكبيرة وشقاوته، وأثبت وجوده حتى وهو يعمل مع كبار نجوم السينما المصرية من أمثال فريد شوقي وهدى سلطان ومحمود المليجي وزكي رستم وفاتن حمامة وعمر الشريف وشادية ورشدي أباظة ومحمد فوزي وصباح وماجدة وعماد حمدي وتحية كاريوكا وحسين رياض وغيرهم، كما تفرد بالعمل مع كبار مخرجي السينما المصرية مثل صلاح أبو سيف، كمال الشيخ، حسن الإمام، أحمد بدرخان، وعاطف سالم، وهنري بركات، ونيازي مصطفى، وعز الدين ذو الفقار، ويوسف شاهين. وهذا إن دل فإنما يدل على إيمان هؤلاء المخرجين بموهبته وقدراته وإمكانياته الفنية الكبيرة. ومن أبرز الشخصيات اللي جسدها سليمان الجندي شخصية ابن الفنان فريد شوقي في فيلم القسط حسن وفيلم رصيف نمرة 5، وشقيق الفنانة هدى سلطان في فيلم جعلوني مجرما، وشقيق الفنانة شادية في فيلم شباب امرأة، وشقيق الفنانة سميرة أحمد في فيلم ريا وسكينة وأم العروسة. وشارك سليمان الجندي في بطولة 6 أفلام تم اختيارها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد سنة 1996، وهي ريا وسكينة والوحش وجعلوني مجرما وشباب امرأة وجميلة وأم العروسة. وشارك في عدد من أشهر الأفلام المصرية منها بورسعيد ورصيف نمرة 5 وحميدو والقسط حسن وفتوات الحسينية وأرض السلام وصحبة العصمة والوحش والمجرم. ولد سليمان الجندي في يوم 24 أغسطس سنة 1945، ودرس الإخراج بمعهد السينما، وتم تعيينه في الإذاعة والتلفزيون. وحسب بيانات موقع السينما شارك في بطولة أكثر من 30 فيلم خلال 18 سنة هي كل سنوات عمره الفني، وكانت الأغلبية منهم خلال الفترة من سنة 1950 إلى سنة 1956، بالإضافة إلى 7 أفلام خلال الفترة من سنة 57 إلى سنة 67. وبالاستعراض الأفلام اللي شارك فيها نجد أنه قد شارك في فيلم جميلة سنة 1958، وشارك بعدها في فيلم روميل ينادي القاهرة سنة 1959، وغاب بعدها 4 سنين، ثم رجع ليشارك في فيلم أم العروسة سنة 1963، ثم عاد للغياب سنتين، شارك بعدهما في فيلم هي والرجال سنة 1965، وغاب بعدها سنتين آخرين، وعاد ليشارك في فيلم النصف الآخر ليختفي بعدها نهائي من الظهور على الشاشة. وأشارت بعض المصادر اللي أنه درس الإخراج بمعهد السينما، وتم تعيينه في الإذاعة والتلفزيون، ولأن حال السينما تغير ولم يعد سليمان الجندي يجد أدوار تناسبه كشاب بعدما تجاوز مرحلة الطفولة وحدث له مثل ما حدث للنجمة فيروز، فقرر مثلها ترك العمل بالفن وقرر اعتزاله نهائي. وكانت أسرته بتعمل في صيانة السيارات ويمتلكون ورش لصيانة السيارات، ولذلك فقد فضل سليمان الجندي ان هو يشتغل في مجال تجارة السيارات. واشارت بعض المصادر انه قد تزوج من احدى جاراته وذهب للإقامة بمحافظة الاسكندرية وقام هناك بافتتاح معرض سيارات، وتوفى في
16 أغسطس سنة 1956 عن عمر يناهز 51 سنة، الله يرحمه. شكرا لكم أصدقائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.